بالنسبة للورشة التي أشرفت عليها هذه السنة، طبعا ورشة تقديم إذاعي التلفزيون كما قلت بالتنسيق مع الدكتورة إسمهان مصرع، حاولنا أننا نركز على التنشيط الإذاعي وكذلك التلفزيوني، ولكن بطريقة أدق وأعمق من خلال التركيز على الصوت وعلى المخارج الصحيحة وعلى الإلقاء الجيد والإلقاء السليم وتقنية الوقوف أمام الكاميرا ولغة الجسد ودورها في الإعلام وجوانب عديدة جدا مما يمكن أن ينفع هؤلاء طبعا المتربصين في مجال التقديم الإذاعي التلفزيوني. كانت عندهم زيارة إلى إذاعة سطيف الجهوية، ومن خلالها قاموا بطبعا يعني شاهدوا طبيعة العمل الإذاعي، وقمنا على الهامش هنا بدار ثقافة بتدريبات تطبيقية على الوقوف أمام الكاميرا وكذلك تسجيلات صوتية، من خلالها عرفوا الطلبة إن هي المشاكل ربما اللي يعني منها، ما هي الأمور التي ينبغي تفاديها، طريقة الإلقاء السليم، يعني التدريب ميداني وتطبيقي فعلي بشكل أكبر. التنشيط التقديم الإذاعي والتلفزيوني اللي استفدنا منها بزاف اللي كان تحت إشراف الدكتورة ليلى بن عيشة، الحمد لله استفدنا منها بزاف وعلمتنا حوايج ما كناش نعرفوهم، منهم لغة الجسد بالنسبة للإذاعي أو الصحفي، وإن شاء الله راح نكونوا في الدورات القادمة نكونوا حاضرين، نظن أنه مازال دورتين.